تنفيذها والا التحول الى الاعتصام المفتوح والعصيان المدني السلمي. اولا الكهرباء اللي مفقوده بالمحافظه منكوبه هاي قطعا. اثنين التعيينات اللي ما موجوده للشباب اللي عاطله، مهندس بيعزوري معيبه هذه، الخريجين عاطلين، الشباب انتهت، الناس انتهت، التعيينات ماكو، انفقدت الا كانت التعيينات محسوبيه عن طريق الاحزاب فقط. الغاء مجلس المحافظه لان كلهم مو من ابناء الناصريه، ومجلس النواب بالذات لان الانتخابات من بين التزوير اذا فاشله زين، والانتخابات اللي تصير اذا صارت انتخابات يعني تحل الحكومه. احنا مطالبنا طالعين انه التعيينات ما عندنا، ناس خريجين قاعدين بسوق هرج. هاي الاطلاقات الماليه وين كانت قبيل؟ ليش هسه الا بالضغوطات؟ يعني لما الناس تنضنك الى هذا المستوى يعني صار لنا هاي المشاكل، هي حلولها بسيطه،